يقول: صليت العشاء في جماعة ثم وجدت فجوة في الصف الذي أمامي، وتقدمت بعد تكبيرة الإحرام إلى الفجوة وأنا في الصلاة، فما حكم صلاتي وما ينبغي علي لو حصل لي مثل ذلك يوما ما؟ لا بأس بالتقدم خطوات للصف الذي أمامك لسد الفرجة، يجوز المشي خطوات في الصلاة للحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم مشى في الصلاة، صعد المنبر ونزل وهو في الصلاة، المشي اليسير لا بأس إذا كان لحاجة.